ندخل مرحلة جديدة من إنجازات يدفعنا في ذلك إيماننا بقدرات أبنائنا وحكمة قادتنا وبتمسكنا بقيم الأخوة الإنسانية. نمد أيدينا إلى شعوب العالم أجمع لنعمل معا على تحقيق الازدهار والرخاء وبث الأمل في نفوس الجميع. نقول أننا نتطلع إلى 50 عاما القادمة وفي قلوبنا العزم وفي عقولنا الفكر المستنير، مستعينين في ذلك بعون الله لنا، وسنرددها دائما وأبدا: حصنتك بالله يا وطن. أشكركم جميعاً.